إن كان كتاب الله في قلبك تكون أنت في قلب الله، إن كان كتاب الله في قلبك تكون أنت في قلب الله. فكانوا الناس بيحفظوا كلام الله لأن ما فيش كتب كتيرة بيحفظوه، حتى لو راح الكنيسة وفي القراءات قالوا كلام يلحقوا يحفظوا الكلام، لأن مش سهل يجدوا المخطوطات دي. دلوقتي لما انتشرت الطباعة والكتب أصبح كلام الله في مكتباتنا وليس في قلوبنا. المكتبات مليانة من كتب ربنا والمطبوعات وهيس. زمان كانوا بيحفظوا الآيات ومواضعها من غير ما يطلع فهرس الكتاب اللي يسموه كونكوردانس أو ديكشنري أوف ذا بايبل، مفيش دي مالية الدنيا دلوقتي، لكن زمان مفيش. فبيحفظوه يقول له خبأت كلامك في قلبي، مش وضعت كلامك في مكتبتي، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. عشان كده ربنا قال له إيه؟ لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. إيه علاقتنا بكلمة الله؟ في ناموسه يلهب نهارا وليلا، يقول له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. إيه سفر هذه الشريعة؟ هو اللي كان موجود في الأيام دي كان أسفار موسى الخمسة، أو لو اعتبرنا الخمس أسفار كأنهم كتاب واحد، الكتاب الخماسي، التوراة دي الأسفار موسى خمسة كانوا يسموها بنتاتيوك، بنتاتيوك أو بنتاتيوخ، بنتا باليوناني يعني خمسة. في واحد يتوب فيخرج من الخطية من أرض العبودية، لكن على الرغم من كده لم يصل إلى الوضع الإيجابي بأنه يعيش في كنعان في حياة الروح التي تفيض لبنا وعسل، فيقعد في وضع كده فتور، لا هو في العبودية، لا هو بيتمتع بالثوم والكرات والسمك والبصل، ولا هو بيتمتع باللبن والعسل بتاع أرض كنعان، أهو تايه. حالة صعبة، دايما بنشبه حالة الفتور لحالة البرية دي. الإنسان اللي في حالة البرية عايز واحد زي يشوع يدخله أرض كنعان.